السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. عارف اني بوحشكوا، ولكن انتوا كمان بتوحشوني جدا. ولكن انا جاي اتكلم النهارده عن موضوع يزعل فعلا. الموضوع ده يزعل جدا، وهو اليوتيوب. اليوتيوب بيعمل فينا كده ليه؟ اليوتيوب بيقفل قنوات الناس دي ليه؟ حتى لو قلنا قبل كده في حلقة يعني انه حتى لو الناس دي منتهكة الحقوق، الناس دي كبيرة جدا في اليوتيوب، الناس دي مثل اعلى لمعظم الشباب التقني كحوحو مثلا اللي قناته اتقفلت، او علي المرجاني، او اي حد من الناس اللي قناتهم اتقفلت. الناس دي كانت مثل اعلى الناس. تانية انت كده بتدمر الناس دي في اليوتيوب، فودي فكر في الكلام ده كله. ولكن مش دي حلقة النهاردة خالص، والله خالص يعني. ده بعيد بعد كبير جدا عن المجال اللي انا اتكلم فيه النهاردة، او الحاجة اللي انا جاي اتكلم فيها النهاردة. انا النهاردة جاي اتكلم عن ارباح شهر 12. ايوه، ارباح شهر 12. خلينا نتكلم كده بالعقل، نبدا كده الموضوع من الاول خالص. السنه اللي فاتت شهر 12 السنه اللي فاتت بدانا قناه مستر بومتك. حصل الشهر ده انا حققت فيه ارباح. انا حققت ارباح في اول شهر ابدا في يوتيوب، حققت فيه تقريبا 10 دولار. 10 دولار من كام مشاهده؟ ما يجيش 10000 مشاهده، ما يجيش 10000 مشاهده. تمام، كان لسه موضوع 10000 مشاهده بتاع تحقيق الدخل ده لسه ما جاش. تمام، السنه اللي فاتت في نفس الوقت اللي احنا فيه ده تقريبا، لما احقق 10 دولار من 10000 مشاهده او اقل من 10000 مشاهده السنه اللي فاتت. ايه اللي اتغير في شهر 12 السنه دي؟ ايه اللي حصل؟ حاجات كتير قوي حصلت. اول حاجه ان شهر 12 السنه اللي فاتت كان في معلنين كتير، وكان في حاجات كتير بتحصل في شهر 12 ده. كان في احداث كتير حصلت زي الكريسماس. على فكره يا جدعان، الكريسماس ده مش حاجه بس الناس بتفرح بيها، لا، الكريسماس ممكن بيبقى فيه منتجات جديده بتنزل في شهر 12، في منتجات جديده بتنزل كهواتف جديده، فالشركات بتعلن عنها في اليوتيوب، وده بيجيب ارباح للناس. حاجه تانية ان الكريسماس نفسه ده بيبقى فيه تخفيضات على حاجات معينه في المتاجر، وده برضو الناس بتعلن عنها، فبرضو بتزود ارباح اليوتيوب. فحاجات كتير جدا بتزود ارباح اليوتيوب في شهر 12. تمام، منها طبعا الاحداث الكتير اللي بتحصل في شهر 12. في فيديو هسيبه لك في الديسكربشن بيتكلم عن الاحداث اللي بتحصل في شهر 12 وليه شهر 12 فيه ارباح كتير. ولكن انا جاي اتكلم النهارده عن مقارنه بين شهر 12 في عام 2016 شهر 12 السنه دي. السنه دي بقى، السنه دي اللي حصل ان فيها معلنين كتير عمالين بيسحبوا في اعلاناتهم، شركات كتيره جدا بتسحب في اعلاناتها. ليه؟ محدش عارف السبب. اليوتيوب مش مركز في اي حاجه لها علاقه بالمنشئ المحتوى، عمره مركز اصلا مع منشئ المحتوى غير قليل جدا. اليوتيوب دلوقتي مركز بس في انه يقفش القنوات المخالفه ويقفل القناه، يقفش القنوات المخالفه ويقفل القناه، ده اللي مركز في اليوتيوب. اما اليوتيوب انه يركز مع منشئ المحتوى ما بيحصلش. مش شخص واحد ولا انا بس اللي اتكلمت، لا، ده 100 واحد اتكلم في 100 قناه على اليوتيوب كبيره وصغيره اتكلموا عن الموضوع اللي انا بتكلم فيه النهارده ده. انا جاي اتكلم النهارده على موضوع الربح وعلى موضوع الارباح، لان شهر 12 ده الشهر اللي بنستناه من السنه للسنه. بمعنى الكلمه شهر 12 ده بنستناه من السنه للسنه، ان انا احقق فيه من 80000 مشاهده او 60000 مشاهده احقق فيه 15 دولار. ده مش رقم. انا عارف ناس كتير هتقول لك طب انا ما بحققش 10 دولار من مليون مشاهده والكلام ده، لا، طب انا بحقق. انا الشهر اللي فات من 80000 مشاهده محقق 60 دولار، 60 دولار في شهر 11 من 80000 مشاهده. فالموضوع مش مفهوم، الموضوع مش مفهوم. يا ريت اليوتيوب يركز، يا ريت اليوتيوب يبص علينا، يبص على منشئ المحتوى اللي انت عمال بتضيعه. احنا ذهب بالنسبه لك، احنا ذهب بالنسبه لليوتيوب، ما ينفعش يفرط فينا بالسهوله دي. احنا ناس بتجيب له ارباح، يعني لما يقفل قناه حوحو ده الراجل ده كان بيجيب لك ارباح سنويا مش طبيعيه. الراجل ده بيجيب لك ارباح سنويا مش طبيعيه، اذا كان شهريا بيكسب 3000 دولار او 5000 دولار، انت بتكسب منه فلوس. والشخص اللي كان عنده 8.5 مليون مشترك، وعلي المرجاني كان عنده فوق المليون مشترك، قنوات كتيره جدا اتقفلت. حتى دول بس يعني اللي انا مركز فيهم، ولكن في قنوات كتيره اتقفلت، مش قنوات دي بس، ممكن قنوات اكبر منهم. انا لحد دلوقتي ما اعرفش ايه الحل المفروض ان احنا نعمله كمنشئين محتوى، عشان كده انا جاي بس اتكلم، جاي اتكلم هنا بس، فهو ده اللي اقدر اعمله. لكن احنا كمنشئين محتوى نعمل ايه عشان يوتيوب يركز معانا؟ نعمل ايه عشان يوتيوب يبص علينا شويه زي ما بيبص على قناته ويقعد يقفلها؟ طب احنا نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ حد بس يشرح لنا الموضوع ده. ارباح شهر 12 اللي احنا فيه حاليا ده صفر عن اي ارباح في اي شهر، حتى شهر يناير الجاي هيبقى ارباحه احسن من ارباح شهر 12 اللي احنا فيه ده، الشهر اللي بنستناه من السنه للسنه يعني. اتمنى تكون المسج اللي عايز اوصلها تكون وصلت، واتمنى الناس تركز قوي في الفتره الجايه. وبسيب لك برضو فيديو اسفل الفيديو ده في الديسكربشن بيتكلم عن القوانين بتاعه اليوتيوب. ماتريكس 219 عمل الحوار ده، فهسيبها لكم عشان قنوات الناس اللي عماله بتتقفل يركزوا اكتر في الموضوع ده. بس كده، اتمنى ان القناه بتاعتي ما تتقفلش عشان انا حاسس انها تقفل، ولكن ربنا يستر. وشكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام. Take a body call. Take a body call. Take a body's high.